منذ طلاق الثورة في البحرين في عام 2011 14 فبراير، اتضح للعالم جميعا أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان. البحرين اليوم تمارس أبشع التعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان. أنا شاهد من ضمن كثير من الذين شهدوا في هذه الانتهاكات التي حدثت داخل السجون وقبل السجون، من قمع وضرب للمتظاهرين، وأيضا داخل السجون شاهدنا وكنا عين شاهدة على كل الذي حدث داخل السجون. كان هناك انتهاك لحقوق المصابين، ولا نتكلم عن حقوق الإنسان فقط، هناك مصابين قد انتهكت أعراضهم، مورس في حقهم التعذيب. أنا من ضمن الذين تعرضت للضرب والتعذيب داخل المستشفى العسكري. لا زال ولحد الآن يمارس التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان داخل السجن وخارج السجن. نحن الآن نطالب بوقف التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، لأننا بشر ولأننا مطالبون، فقط لأننا طالبنا بحق، ومن حقنا أن نطالب، وليس من حق السلطة أن تنتهك حقوقنا وتعذبنا.